نعم طيب، مصعب عمر بيقول لك: ما هي خطتكم التي يجب تسويقها للمجتمع الإقليمي ودول الجوار حتى يطمئن المحيط الإقليمي على مصالحه؟ انت خطتكم شنو؟ أنا كحركة اوريدي شغالين من اتمرتنا اقليميا ودوليا، وعارفين المجتمع الدولي بالاقليم بيقول شنو. بيقولوا لنا كتير والله انتوا كلامكم ده احسن كلام، لكن ما كمان نتعاملوا مع حكومه الامر الواقع، بكره لما تيجوا نمشوا معاهم. والدولي برضه نفس الحكايه، قدموا لنا الرشاوه، ادونا تعمل شنو، عملوا لكم يقطعوا لك دارفور يدوب ولا اسمه، لكن رفضنا كل التسويات الما صحيحه. احنا يا جماعه نعم كم كنا دايرين تسويات رد طموحات البشر كانسان، يعملوك رئيس نائب رئيس والي في الوقت انت ما لقيتوه. لكن كمان احنا كحركه عندنا قسم كامل ده بتاعت الدبلوماسيه، قعدنا مع دول الجوار وتناقشنا ووريناهم ذات مصلحتهم شنو وللعالم اللي حولنا. طب يا جماعه احنا ما هنعيشوا كغرب، كلامنا لازم لان اي دول يقولوا لهم مستر نو ده، بعدين لما نكون دوله نكون ناس مسؤولين، حسب ما عندنا حاجه نخسر. لكن بعدين نشوف مصلحه الشعب السوداني وين، شرط ان اي دوله من حقها يكون عندها مصارع في السودان، لكن مصلحتها ما تكون مصلحه فوق مصلحه الشعب السوداني، كده ما نقدر نعم الصفقه بيكون طيب مصلحه الشعب السوداني اولا، وبعدين مصلحتك انت فينا ثانيا، لانه العالم اصلا عباره عن مصالح، والعالم عباره عن صفقه. يا جماعه ما اولادك في البيت بتعمل صفقه، بيكون في واحد متمرد ما بسمع الكلام تحنزه، مع مرتك بتعمل صفقه، الحياه دي كلها عباره عن صفقه، الا لو بقى مستحيل بقى ضد المبادئ بتاعك هنا بعد كده الصفقه بيكون ما في. نعم طيب يا سيد عبد الواحد، سؤال يا محي الدين، احنا طبعا هو بيقول لي ليه يا نميري انت، انا طرحت السؤال كم مره انت ما بتطرحه على الضيف. محي الدين لو هي نحن ما عايزين نطرح سؤالك، كنت ممكن اعمل لقاء مقفول مع الاستاذ عبد الواحد ونتفق على اي حاجه عايزين نتفق لها، وبعدين ننشرها لكم في اليوتيوب الحاجه اللي عايزين نقولها مع بعض يعني. لكن احنا قصدنا انه يكون على الهواء مباشرة ونطرح كل الأسئلة اللي بتجينا، صحيح ما حنطرح كل الأسئلة لكن اللي بنقدر عليه بنطرحها بصورة عشوائية. حقيقة أنا ما بعرف كل الناس اللي بيطرحوا الأسئلة، بطرح بطريقة عشوائية. عموما حاطرح سؤالك اللي هو إنه بيتحدث عن ميثاق التغيير اللي وقعوا عليه نداء السودان، معروف إنه حركة تحرير السودان ما موقعة على نداء السودان، وبالتالي هو ما من هذا الكيان يعني. هو بيتكلم عن الميثاق يعني، انت وقعت عليه ولا ما وقعت عليه وكده يعني، ده سؤاله تقريبا. احنا ما قوات توقيع الاتفاقيات وبكره تخليك. احنا الاتفاقيه او الميثاق اللي نوقعه ده احنا نكون ملتزمين عليه التزام منقوش على صخر، ما بنتخلى عنه، ما بنقوله، ما من... انا ما بدي نقول كده يا جماعه تعالوا بس نداء السودان نقدر نمسكوه كده. كم اتفاقيه بيناتهم ذات توقعوا طب؟ هي ما المساله، ما مساله مواثيق توقع وهو ما تخلي. المساله مصداقيتك انت للشعب السوداني في اي ميثاق توقعه تلتزم به التزام كامل ادى لقتلك. يا جماعه احنا في حركه تحرير السودان دول من ذلك ينضم بيجي بدي قسم حتى بدينه ومعتقده انه انا ملتزم التزام قاطع بمشروع الحركه، ومستعد احمي مشروع الحركه ده برا وبحرا وجوا حتى لو ادى الى موت، ده التزام. طيب ده حركه بس، فما بالك الشعب السوداني اللي انت تلتزم له؟ احنا ميثاق التغيير ما عندنا فيه اي مشكله، لكن اخوانا المشكله ما في المواثيق. المشكله في انه اذا ما نعرف المسؤول كحركه تحرير السودان ورا انتو قلنا علينا خلف الشباب الكلام ده ملتزمين به ليه والدين. يبقى المثل العبره في الالتزام ما في الاعلام، ولو اعلام وكذا كذا اخوانا الحكومه الكلام ده قلنا من الحكومه دي جات لنا. انا حسبت اكثر من 2000 وثيقه، واحد ما طبقه واحد تك ما طبقه. فالمثل ما في الوسائل نجي نعمل والله يعني احنا الجهه الفلانيه نلبس كراميتات عملنا كده، وين النتيجه؟ وين نتيجه؟ هل غيرت لنا الحكومه؟
هل بنت لنا دوله المواطن السودانيه؟ هل طورت لنا؟ نعم. يا جماعه المساله ما في المواثيق وفي الاكاذيب، المساله في الالتزام له. طيب يا جماعة الناس اللي ما عندهم أسماء واضحة، واحد بخط لك حرفين وبقول لك أسأل الأستاذ. المهم السؤال أنا شايف هنا، نعم المهم نعم المهم السؤال ولو لو أسمحت عليك الله أطرح سؤال إذا على الأستاذ، هل ستستغل علاقاتك بعد نجاح الثورة وسقوط النظام مع دول العالم الأول في استعادة الأموال التي نهبها الكيزان وأودعوها في البنوك العالمية لتستثمر في إعادة بناء السودان الليبرالي؟ كاتب الليبرالي. نعم. ما كيزان انا ده كم سرقت التعريف باسم الشعب السوداني بجري ورا نفسي ذاته. ما الكيزان؟ الكيزان ده امواله تعريفه ده. بعدين يا جماعه احنا حللنا عملنا علاقات. والناس الجهاد اللي عملنا معهم علاقات ده بعرفه في الاستخبارات ده اي تعريف هيتعبوا كيف. نعم. الكيزان ده تعريفه بتاعت الشعب السوداني ده برجع. اي ذول اسرى في ظل النظام ده نرجع خروجه للشعب، نرجعه في خزينه الدوله بتاعت الشعب السوداني. على حركات انا احنا ذاته نبدا بنفسنا، كم اكلت قريش واحد بتاع الشعب السوداني ما جيت ادعيت يا جماعه ده قروش ادونا كحركه من قواعد الحركه عشان نعمل به حاجه وما رجعت للويك هذه، ده فساد. انا ذاته لازم نتحاكم ونرجع القروش ده من الباقي. يا جماعة ما ممكن نخلق دولة فيه ذر فيه أمل بتاعت أنه يكون عنده حاضر ومستقبل إذا في فساد، إذا في تمييز. إذا ما يخلنا المرأة دي ما ساوينا بالرجل في الحقوق وفي الواجبات، ده كذب. ما ممكن نخلق دولة اللي بنحلم بها أنه ينافس في مصاف دول العالم. أن إحنا ما احترمنا سيادة القانون. إذا الدولة دي القانون ده ما فوق الجميع ودستور البلد ما فوق الجميع، ما ممكن نأسس لدولة على شيء حركتنا. دستور الحركة فوق الجميع، قانون الحركة فوق الجميع. أولا نعلم كيف نلتزم بدستور قانون الحركة، لما نقدر نلتزم بقانون ودستور الدولة. أنا إحنا عملنا بروبر بتاعتنا ده من حس هنا، لكن يا جماعة ده أول حاجة أسلم بعدين لو جيت رئيس صدقوني ما جربت. لكن ده المشروع حركة ده أنا عارف ممكن يتسقط بيه ولا هو ولا يمكن قد ما ننفع ذاته، يمكن نكون سائر جيد لكن ما ممكن نكون رئيس جيد، ما كل شيء وارد. لكن أنا إحنا دارين الشعب السوداني ده كيف يحكم وبالمنطقية وما في فساد في الدولة وما في ذول بيستقل جهاز الدولة عشان يسربوا الزاد اللي هو رباو أو يمارسوا أي نوع من الفساد. الفساد ده نحارب كل موتينا من قوة. يا جماعة علينا في الحركة كل تنظيم منظمة عشان تنتج أسد منظمة ذات ضحايا وتجيب البروي من وتحاول. لو طلع التعريف اللي ما علينا الضحايا ده شفناه بعيوننا، شفنا اطفال هيبان في الانترنت، شفت المراه الاول امبارح قتلوا لها اطفالها بالبيت. اللي ما جيل بتستحق، جيل بتستحق انه ما يخرج المفروض يكون في مستشفى كانت جيده على الاقل طفله ده اسوء الثانيه، كان يكون في مستشفى جيده قادره تعالج طفله اللي كان بيستام على قيد الحياه. ده الفساد الجوج الحسب ده كله في جيوب الناس ده، ده كان المفروض تاسس مدارس، تاسس معالم، تاسس مستشفيات، تاسس للشعب السوداني حياه كريمه. يا جماعه بيجيبوا البترول كم مئات الملايين من الدولارات، مليارات من الدولارات، مئات المليارات من الدولارات فات وين؟ يا جماعه اذا الشعب السوداني ده دارين ناسس لدوله كله بننفذنا سبيل كل ان نحارب الفتاة في أنفسنا ونحارب المفسدين أينما كانوا، حتى لو كانت نفسنا نحارب ونودو تأثيرة القانون. طيب خلينا نقرأ تعليق أبو حسن، إنه نحن كنا مغيبين ولمن سمعناك وشفناك وجدناك رجل بسيط ومثقف وعندك قضية. أبو حسن
ننتقل لسؤال. شكرا أبو حسن على التعليق وشكرا على المشاركة. شكرا يا أبو حسن. ننتقل لآدم عبد الله، بيقول لك: ما هو تعليقكم على تشكيل حكومة الكفاءات أو تغيير جلد الحكومة؟ هل بترى أن هذه المسألة فقط تشويش للثورة، أم هنالك نوايا حقيقية في أنه فعلا ممكن تستفيد يعني من هذه الثورة، يعني عموما بعد ما وقع الفأس في الرأس يعني؟ أي لا، أول حاجة حكومة كفاءات ده أنا ما سمعته، لكن أنا إحنا في حركة تحرير السودان، أول حاجة نقول يا جماعة، إحنا في مثل بتاعتنا في قبيلة الفور، أنا فوراوي في قبيلة الفور، عندنا مثل بيقول إحنا بناخد الجراح، بيقول لك يا أخي كونسي جويل كرازا جنيبا، يعني ما قبل الجراح ده اسمه شنو ده الملح في السماء وهي طايرة. اول حاجه امسكه وادخلهم في البرمه وكب المويه يغلي حتى بعدين كب الملح. يا جماعه انا اول حاجه ما تعال نغير الحكومه دي. يا اخي الشعب السوداني ما في اكتوبر اتفقوا، في ابريل اتفقوا، انا ما بخلي يتفق منه. يا اخي ده وهم اطول من الوهم، الناس بخوف الناس وما عارف وفلان، ما دكتور جون ده كان متمرد وقت ابريل جا دخل الخرطوم بالسلاح ده. ده العقل الصفوي، لانه ما بقدر بيعيش ولا يقدر يخلق لنفسه وضعيه الا انه يقسم الشعب السوداني في الشكل بتاع مجموعات اثنيه او دينيه او عرقيه، وكل بتسيطر عليهم يخوف اي طرف بالاخر. يا اخوانا الشعب السوداني ما يخاف، كلنا احنا هذا الشعب ده جايين من قيم الشعب ده ومن مفاهيم الشعب ده، والحاجة الشعب السوداني بتوافقوا عليه يعني احنا بنبصم عليه، لكن ما في دول يجي يخوف الناس بما عارف والله دي البيت بيكتلوا ولا كفاءات كفاءات اصلا يا جماعه، بالذات العمل الاقتصادي العام يا اخي، لانه ما البلد فاشل ليه؟ لانه بيجيبوا زول كورس عمل دكتوراه من الوضوء ودار يعني يكون رئيس البنك المركزي، ما ممكن طبعا. نعم لازم طيب. ده كمان المذهل بتاع الجامع وبتاع البنك المركزي ده داير زول عالم، عين بعرف الاقتصاد بنبني على كيف، بعرف العمل المالي كيف، بعرف العمل المصرفي، انا ده ما بعرف اي حاجه في ده. طيب يا عبد السلام، ما بعرف اي حاجه في ده. نعم يا جماعه، دوله نأسس فيه تأسيس حقيقي لدولة بتاع مؤسسات، والمؤسسات ده ما بيزوين للناس المتخصصين،